مين؟ أنا سحر. مساء الخير. أهلا يا سحر. أهلا. تفضلي. تفضلي يا سحر، خش على الصالون. أهلا يا سحر. أنا آسفة إني جيت من غير ميعاد، بس أنا قلقت عليك لما غبت عني. لا أبدا. كنت فين يا حسين؟ ها؟ كنت فين؟ الحقيقة أنا أصلي كنت في ال كنت في المستشفى. خير؟ ليه؟ لا أصلي كنت بعبر السكة، فعربية جت صدمتني. أخسى عليك يا حسين، وما تقوليش؟ قلبك عليا مش كده؟ طبعا قلبك عليا انت قوي. ها اصل انا بصراحه يعني ما رضيتش ازعجك يا سحر. انت ما زرتش اخوك امبارح ليه؟ ما زرتش اخوك امبارح ليه؟ اصل انا بصراحه بتقطع لما بشوفه لابس هدوم السجن يا سحر، بتقطع قوي يعني. ايوه بس انت وعدت بابا انك تساعده عشان يلاقي الفلوس ويرجعهم للشركه. بس انت حلويتي قوي يا سحر، حلويتي قوي يعني. وانت ظريف قوي النهارده يا حسين. ميرسي ميرسي يا سحر قوي. ايه اللي عجبك فيه؟ معرفش، حاجات كتير من أول ما شفتك في لندن، حاجات كتير شدتني ليك، صراحتك، وضوحك، ثقتك فيا. يا فعلا أنا بثق فيكي، فعلا بثق فيكي. صحيح يا حسين؟ طبعا 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 بثق فيكي، عشان كده يا سحر أنت الوحيدة اللي ممكن تساعديني بصراحة يعني. سحر انا 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 عايز اعترف لك بكل حاجه. اعترف يا حسين. اعترف انا معيش ولا مليم ومحتاج 500 جنيه لو فيها رزاله يعني. ايوه بس انا اسفه، معيش غير 300 جنيه، خدهم دلوقتي واجيب لك الباقي بكره. ميرسي يا سحر، ميرسي جدا. انا عارف ان دي اخلاقك طبعا، وعارف انك انت لازم تقف معايا. انا مش عارف اقول ايه. حقيقي مش عارف اقول ايه. ايه ده؟ ده بوسه سحر، في حاجه؟ بس انت عمرك ما تصرفت معايا التصرف ده. اصل انا لما كنت في المستشفى. انا لازم امشي دلوقتي. ها؟ ابقى اتصل بيا. حسين كان بيعمل ايه؟ مش فاهم.